تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية النموذج الأول، سنقوم بحله معا. التمرين الأول: أضع كل كلمة في المكان المناسب. لدينا كلمات: الثمارة، الطبيعة، صديقة، الخشب. الثمارة، الطبيعة، صديقة، الخشب. نعوض الكلمات في المكان المناسب. الشجرة، الإنسان. أحسنتم، الشجرة صديقة الإنسان. الشجرة صديقة الإنسان، تعطيه، جيد، ماذا تعطيه؟ أحسنتم، تعطيه الثمار. تعطيه الثمار والظل، جيد، والخشب. أحسنتم، والخشب. الشجرة صديقة الإنسان، تعطيه الثمار والظل والخشب وتزين، جيد، الطبيعة. نعيد قراءة الفقرة. الشجرة صديقة الإنسان، تعطيه الثمار والظل والخشب وتزين الطبيعة. ننتقل إلى التمرين الثاني. أربط كل نشاط بنوعه. لدينا: أذهب إلى المدرسة، أحترم الكبير، أستمع لمعلمتي، وأمارس الرياضة. لدينا الحقوق والواجبات. إذا نبدأ بالأول: أذهب إلى المدرسة. لكل طفل الحق في التعليم. إذا أذهب إلى المدرسة من، جيد، من الحقوق. أواصل. أحترم الكبير، يجب أن أحترم الكبير. أحسنتم، من الواجبات. نربط معها الواجبات. أواصل. أستمع لمعلمتي. أحسنتم، من الواجبات، يجب الاستماع لمعلمتي. رابعا، أمارس الرياضة. لكل طفل الحق في ممارسة الرياضة. إذن ممارسة الرياضة من الحقوق. إذن لدينا: أذهب إلى المدرسة، من الحقوق، أحترم الكبيرة، واجبات، أستمع لمعلمتي، واجبات، أمارس الرياضة، من الحقوق. أو: الذهاب إلى المدرسة وممارسة الرياضة، من الحقوق، احترام الكبير والاستماع للمعلمة، من الواجبات. نلتقي عند التمرين الثالث. أصنف هذه التصرفات في جدول. لدينا التصرفات: الصراخ، الهدية، الكذب، السب، التعاون، والاحترام. كلها تصرفات. تصرفات يحبها جاري. من بين هذه التصرفات: الذي يحبها جاري، نكتبها من هنا، والذي تؤذي جاري، معناه لا يحبها جاري أو تسبب له الأذى، نكتبها من هذه الجهة. هنا التصرفات التي يحبها الجار، وهنا التي تؤذي الجار. الصراخ معناه التكلم بصوت مرتفع، تصرف خاطئ، إذا تؤذي جاري، لا يحبها جاري. تمام. الصراخ تكلم بصوت مرتفع. الهدية، أقدم هدية إلى جاري، يحبها جاري، تصرف صحيح. الهدية من التصرفات التي يحبها جاري. ثالثا، الكذب. الكذب عدم قول الحق، تصرف خاطئ، إذن تصرف يؤذي جاري، الكذب. لدينا كذلك كذب. السب هو الكلام السيء، تصرف خاطئ، إذن تؤذي جاري، السب يؤذي جاري، تصرفات من التصرفات التي تؤذي الجار، السب. لدينا التعاون، تصرف خاطئ، أعاون جاري أو أساعد جاري، إذن تصرف يحبه جاري، من التصرفات التي يحبها جاري، التعاون.
لدينا الاحترام، التصرف صحيح أحسنتم، من التصرفات التي يحبها الشعب. إذن التصرفات الصحيحة يحبها الجار، والتصرفات الخاطئة أو السيئة تؤذي الجار، معناها لا يحبها الجار. من التصرفات التي يحبها الجار هي تقديم الهدية، التعاون، الاحترام، كلها تصرفات يحبها الجار. لكن الصراخ، الكلام بصوت مرتفع، والكذب، السب، كلها تصرفات خاطئة تؤذي الجار. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.